اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. Yeah.
جد مولودنا محمد لوالدته يعني والد رضا، والنهارده مش هسجل معاك.
عم وعمه المولود يعني عم وعمه محمد. وايه كلام حلو قوي هيتقال النهارده. الاول قبل ما نقول لمحمد الكلام اكيد هتهنوا يعني اخوك احمد ورضا. تمام تمام. بتقول لهم ايه؟ الف الف مبروك لاحمد ورضا وعبال ما نشوفهم عريس محمد ونفرح بيه يا رب. اظن فرحه حلوه قوي في العيله يعني. فرحه كبيره يعني عندنا عشان هو اول مولود لنا يعني. اول مره تبقى عمه كمان يعني. فهتقولي له ايه؟ الف الف مبروك وعبالي يا رب ما يشوف محمد عريس رب تربى في عزهم يا رب. بنحب نتفرج عليها ومتابعينها. لما رايح في فرح هتشوف فرحك بشكل جديد. الف مبروك لاحمد ابن اخويا الجريحي وعشره عمري وصديقي واحمد انا اللي مربيه ففرحتي بيه فرحه كبيره جدا كانه ولد من ولادي طبعا. واسم محمد اسم جميل على اسم ابني كمان يعني هو الجريحي يسمى الاسم ده بناء على اسماء جميله ما شاء الله عليه. ربنا يحميه لهم يا رب وينصره للاسلام ويجعله تحت طوع والدين ان شاء الله. اتشرف بقناه مساء بوجودها ببورسعيد ودايما ساعدانا معاها في افراحها. بنتمنى حلقتنا تكون عجبتكم وكاميرا برنامج مرح في فرح. النهاردة كانت الحلقة مختلفة شوية قدمنا فقرات سبوع مش فرح لكن برضو اكيد استمتعتوا بالفلاش باك اللي مخرجنا عمله لحفل زفاف الوالد والوالدة بقى اللي هم يعني الاب والام او العروسين السابقين احمد ورضا. الف مبروك لمحمد المولود الجميل ويتربى يعني في عزهم وان شاء الله دايما كده نشارككم الفرحة. لكن قبل ما انهي الحلقة حابب اشكر كل الاصدقاء اللي تواصلوا معانا من خلال فقرة